ضربهم. احنا بالنسبه لنا كانت بادره. واول حاجه انا ما عنديش علم بانه توقف يعني من طرف الجامعه توقف الاصدار فجاه يعني مقابله على السلوك ديالهم مقابله وحده وكانت شبه ما. ولكن احنا كان الاسمع هو انه حنايا بصيطات تهيئات واحد الورقه ديال الشخصيه ديال اللاعب اللي كيشتغل عليها المدرب الذهني اللي موجود معها وانا اللي كان يعني كنوقف عليها يعني شخصيا باش تكون عندها علاقه يعني بالاهداف ديالو بالطموح ديالو بالمستقبل ديالو مع العمل ديالو اللي هو كره القدم يعني كلاعب يمكن كعميد فريق الرجاء كعميد المنتخب المحلي يعني هذه الاشياء هذه كلها يعني متشابهه وبالتالي كان الاستدعاء ديالو باش نكملوا هذاك ليزونتروتيان وهذيك لافيش ديال البروفيل بسيكولوجيك ولا ديال الشخصيه ديال اللاعب. الحمد لله انه لدينا حنايا قطعنا اشواط جيده خلال هذه اليومين اللي كان معنا تيبقى انه ان شاء الله بعد غدا غادي يلتحق بالفريق ديالو. حتى من ناحيه الاصابه انا يعني نطمئن للجمهور ديال الرجاء ولا الجمهور المغربي لانه تحسنات بشكل كبير. انا تنظن انا واحد 60% و 70% ديال الاصابه ديالو يعني تحسنات. ومعنويا فهو سعيد جدا بالتواجد معنا يعني هذا هو المغزى. كان سي محمد يعني من استدعاء بانون هو انه نكملوا العمل ديالنا اللي بديناه يعني بغض النظر ما وقع في الرجاء او في المنتخب او العقوبات. حنا اللاعب المهمه ديالنا هو اننا نقطعوا وحنا غادي نقطعوا كما تكون الاحوال الاخرى. هذا هو العمل ديالنا.